أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد وتبعات الانقسام في الاحتفال بعيد الفطر بين المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية والأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات بحق المواطنين في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر. المصادر أوضحت لقناة بلقيس أن الميليشيا اعتقلت المواطنين الذين يرتدون الملابس الجديدة وأغلقت المطاعم التي فتحت أبوابها صباح اليوم، وأضافت أن الحوثيين نشروا عربة عسكرية في عدد من مساجد صنعاء تحسبا لإقامة شعائر صلاة العيد. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان ميليشيا الحوثي أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد في ظل هذا الانقسام الحاصل؟ ولماذا لا تحيد المناسبات الدينية عن الصراع السياسي؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. لا يعيش اليمنيون في بلادهم صراعا سياسيا وانقلابا وبداية انقسام جغرافي وتضاربا لمصالح أمراء الحرب فحسب، بل إن هناك انقساما في توقيت الأعياد والمناسبات وإدخال الشعائر الدينية في صلب هذا الصراع. وزارة الأوقاف أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر بالنظر إلى تأكدها من رؤية هلال شهر شوال هذا العام، وهو ما عارضه الحوثيون في مناطق سيطرتهم، حيث أعلن دار الإفتاء الذي تديره ميليشيا الحوثي أن يوم الثلاثاء مكمل لأيام رمضان، ودعت المواطنين في كافة المناطق الخاضعة لها للالتزام بذلك. هذا الانقسام لم يتوقف فقط عند مسألة التوقيت، فقد سارع الحوثيون إلى اعتقال من يحتفل بالمناسبة، حيث قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات بحق المواطنين في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر. وأوضحت المصادر أن مسلحي الحوثي نشروا عربات عسكرية في عدد من مساجد صنعاء تحسباً لإقامة شعائر صلاة العيد، واعتقلوا المواطنين الذين يرتدون الملابس الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم التي فتحت أبوابها صباح اليوم. مراقبون حذروا من هذا الصراع الذي بدأت ملامحه تنعكس في زعزعة النسيج الاجتماعي والانقسام الواضح، وأكدوا ضرورة الاتفاق فيما يخص هذه القضايا وإبعاد مغامرات ونزعات السياسة عن الدين، وأيضاً إبعاد الدين عن السياسة والصراعات التي تعمقها ميليشيا الحوثي داخل المجتمع. ألقت الحرب والصراع السياسي الذي أنتجه الانقلاب إذن بظلاله الثقيلة على الطبيعة الدينية والشعائرية للمجتمع، وهو صراع استغل الدين وخطابه للتعبئة والتحريض الطائفي وعدم القبول بالآخر. مجددا ترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من اسطنبول عضو مجلس الشورى صلاح باتيس. أرحب بك سيد باتيس. إذن كيف تنظر بداية إلى واقع ما حدث بأن اليمنيين في صنعاء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لم يحتفلوا بالعيد اليوم، وفي بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كان هناك عيد الفطر اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ وأبارك لأبناء الشعب اليمني جميعا في الداخل والخارج وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي أسأل الله أن يجعله عيدا مباركا وسعيدا لكل اليمنيين وكل العرب والمسلمين والإنسانية جمعا. بلا شك أن هذا الأمر أحزننا كثيرا، تزامنا مع فرحة العيد التي ينبغي أن تكون مناسبة اجتماعية يجتمع فيها المسلمون ويجتمع فيها اليمنيون تحديدا، مع كل هذه الآلام ومع كل هذه الجراح يجدون لحظات من الفرح والسرور تجمعهم، فيلتقي اليمنيون ويتعاودون ويهنئ بعضهم بعضا بمناسبة عيد عظيم بعد أن ختمنا شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يتقبله صياما وقياما منا ومنكم أجمعين. لكن للأسف الشديد عند التعامل مع هذه المناسبات الاجتماعية ومع هذه الأفراح التي لا ينبغي أن تؤثر عليها الصراعات السياسية ولا حتى الحروب العسكرية، نجد
أن هذه الميليشيا لا تحسب حسابا حتى لنفسية اليمنيين سواء في مناطق سيطرتهم أو في المناطق الأخرى، لكنها تريد حتى أن تحارب اليمنيين في عيدهم وفرحهم، فتختلق لها حدثا جديدا وتفرض على اليمنيين صوم يوم العيد الذي لا ينبغي أن يكون ذلك. لكن هذا دليل آخر وجريمة أخرى تضاف إلى الجرائم التي لا تعد ولا تحصى ترتكبها هذه الميليشيا في تدمير البنية التحتية وتمزيق النسيج الاجتماعي وتفكيك الأسر اليمنية والمجتمع اليمني، بل حتى الوحدة الوطنية للأسف الشديد. طيب في هذا السياق يعني كيف سيؤثر ما حدث على النسيج الاجتماعي؟ كيف سيؤثر على مسألة الفرز ربما طائفيا بشكل أو بآخر داخل هذا المجتمع؟ في الحقيقة أنها تهدف الميليشيا أصلا أن تحدث تأثير، لكنني لا أعتقد أن الشعب اليمني بعد كل هذه التضحيات وكل هذا الصمود وكل هذه البطولات التي سطرها خلال فترة الصراع مع هذه الميليشيا واستعادة الدولة وإسقاط هذا التمرد الذي قام به الحوثيون بدعم من إيران واختطاف الدولة ومصادرة حتى اليمنيين في الانتقال السلمي للسلطة والانتقال إلى شكل الدولة الجديد وبناء اليمن الجديد حسب مخرجات الحوار الوطني التي تؤسس للعدالة والشراكة، كل هذه الأحداث التي ارتكبها الحوثيون وكل هذا الانقلاب وكل هذه الحرب وكل هذا التدمير والاستهداف ومصادرة الحريات واختطاف الآمنين وتفجير البيوت واستهداف النساء والأطفال واستهداف المدن الآهلة بالسكان وحصارها وتدميرها وقذفها بأنواع الأسلحة دون مراعاة للمدنيين والتسبب في هذه الحرب التي جلبت كل أنواع الدمار لليمن، ثم يبكون ويصرخون ويقولون عدوان ويصوحون من الصواريخ والطائرات وغير ذلك، هم الذين أحدثوا كل هذا، يريد به أن يركع الشعب اليمني ويجعلوه يسلم بالأمر الواقع، لكن لا أعتقد أنهم سينجحون في هذا مهما ارتكبوا ومهما استخدموا من وسائل، وكان آخرها للأسف الشديد هذا السقوط الذي يحاولون به أن يصنعوا من أنفسهم دولة أو يقولوا للعالم أننا نمتلك قرار وأننا نحكم ونسيطر على نصف الشعب اليمني، فيفرضوا عليهم صيام يوم عيد الفطر المبارك الذي يعلمون هم جيدا أن هذا منكر وحرام ولا يجوز، ولا في الأعراف الدينية ولا في القانونية ولا حتى في الأخلاقية والقيم اليمنية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد باتيس. أرحب بمن ينضم إلينا من لندن الناشط الحقوقي البراء شيبان، أهلا بك سيد البراء. إذن كيف تنظر إلى واقع الانقسام في توقيت الشعائر الدينية الذي يعد ربما الانقسام الأول في هذا الخصوص في تاريخ اليمن؟ تحية لك وتحية لضيفك الكريم الشيخ صالح باتيس، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. آمين. بالنسبة لما أعلنت به جماعة الحوثي وهو استكمال الصيام شهر رمضان، أعتقد أنه كان سيكون يعني وضع طبيعي لو كنا في ظرف مختلف قليلا عن الظرف الحالي، لكن الظرف الحالي جماعة الحوثي للأسف كل يوم تعزز الانفصال، وهذه المرة الانفصال من جانبها من طرف واحد. فالأصل أنه ما دام أن هناك هيئة علمية من العلماء تثبتوا من رؤية هلال سواد، فهذه الهيئة هي لليمن كلها وليس هناك داعي لأن ينفصل أن تكون هناك فصل بهذه الطريقة، والأول مرة حقيقة تحدث في تاريخ تاريخ اليمن. الإشكالية أن جماعة الحوثي تعزز هويتها الطائفية يوما بعد يوم، يعني مرة أخرى هذا كان سيكون ربما كان وضع عادي لو كنا في ظروف اعتيادية وأعلنوا أنهم يريدوا أن يقوموا باستكمال شهر رمضان لأنهم لم يتثبتوا، لكن
تعزيز الهوية الطائفية، والآن فرز المجتمع على أساس طائفي حاد بهذا الشكل، من الأشياء الذي للأسف كلما يعتقد الناس أن المشكلة فقط تتعلق بالقضية السياسية، تؤكد جماعة الحوثي أنها تحاول أن تثبت نوع من أنواع الدولة الطائفية. وبعد فشل لن تكون هنا، كان أنا أعتقد أن جماعة الحوثي كان لها مستويين ومرحلتين. المرحلة الأولى كانت تطمح أنها تسيطر على اليمن، كل اليمن. بعدما فشل المشروع هذا وأخرجوا من معظم المحافظات الجنوبية وجزء كبير من المحافظات الوسطى، انتقلت للمرحلة الثانية، وهي أنها تحاول أن تؤسس دولة طائفية، ثم تصدر نفسها للعالم أن هذه الدولة الطائفية هي التي ستحميها. يعني ليست دولة المواطنة، ليست الدولة التي اتفق عليها المواطنون اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني، وهي دولة تؤسس لحقوق كل اليمنيين، بل أنها الدولة الطائفية، وتعزيز شكل الدولة الطائفية هو الشكل الذي تحاول أن تقدم أن هذا الشكل هو الذي سوف يحميها ويحفظ لها حقوقها. والإشكالية أنه كلما تأخرت مسألة الحسم يوما بعد يوم، كلما ثبتت جماعة الحوثي هويتها الطائفية في المناطق التي تسيطر عليها بسرعة خيالية. يعني مرحلة البناء من أجل أن تبني نسيج مجتمعي متجانس منسجم يحمل هوية يمنية جامعة يأخذ فترة طويلة، ولكن عندما تهدمها وتحاول أن تفرز المجتمع على أساس طائفي، أثبتت هذه التجربة أنها سريعة جدا. ومرة أخرى، أنا أعتقد أنه كلما تأخرت الحكومة اليمنية عن خيارات الحسم، كلما تعزز هوية طائفية معينة في شمال اليمن، وقريبا سيشعر كثير من أبناء حتى أبناء المحافظات الشمالية الذي لا ينتموا إلى نفس الهوية الحوثية أنهم غير مرغوب بهم، وبالتالي يجب عليهم أن يغادروا هذه المناطق ويذهبوا إلى مناطق يشعروا أنهم يمكن أن يتقبلهم المجتمع. لكن في المقابل، ودعني هنا أوجه سؤال إلى سيد صلاح باتيس، يعني هناك في المقابل من يتهم الحكومة الشرعية بأنها اتبعت السعودية في مسألة الإعلان على أن اليوم هو يوم عيد الفطر أو أول أيام عيد الفطر المبارك. على ما اعتمدت الحكومة في إعلانها بحسب معلوماتك سيد صلاح؟ بالعكس، يعني نحن نتحدث اليوم عن مناسبة أعلنت عنها الحكومة اليمنية ببيان صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد. تحدث وزير الأوقاف والإرشاد بالأطر والأسس والمنطلقات والوسائل التي تتبع وفق القانون اليمني والتقاليد اليمنية والعادات اليمنية التي تعود عليها اليمنيون في إعلان المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية، وخاصة عيدي الفطر والأضحى. ولم تعلن الحكومة الشرعية منفردة هذا الأمر ومنفصلة عن اللحمة اليمنية الجامعة، ولا حتى عن المنطقة الخليجية والمنطقة العربية، بل معظم الدول في المنطقة توافقت على هذه الرؤية وثبوتها، ليس فقط من الأراضي اليمنية بل حتى من الأراضي المجاورة من دول الجوار وحتى في الدول الإسلامية الأخرى. ونحن في الجمهورية التركية هنا الآن باحتفال لليمنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك بهذا اليوم المبارك، قد أعلن أنه أول يوم من شهر شوال. في كل الدول في المنطقة لم يشد ولم ينفرد بقرار مخالف إلا جماعة الحوثي، وكما ذكرت لك حتى الشعب اليمني أخذها بتهكم. يعني أنا هنا أستبعد أن تحدث تأثير كما يهدف إليه الحوثيون. صحيح أنها أحزنت اليمنيين، وهم ضمن مسلسل الحزن الذي بدأوه بمسيرتهم الحزينة التي أطلقوا عليها المسيرة القرآنية. كل يوم يدخل الحزن على الأسر اليمنية وعلى المجتمع اليمني، بل حتى على العالم بأسره الذي نظر إلى اليمنيين أنهم قاموا بحوار وطني راقي واجتمعوا على طاولة الحوار واتفقوا على انتقال سلمي للسلطة وانتقال لشكل الدولة الجديدة الذي يؤسس
لدولة الشراكة والعدالة المتساوية، لكن للأسف الشديد يعني هم يعتقدون أنهم سيفرضون مشروعهم بهذه التصرفات التي اتخذها اليمنيون حتى في مناطق السيطرة بالتهكم. فتجد أنه من يكتب اليوم تغريدة من بني حشيش ويقول أقسم بالله أنه ليس بيني وبين العيد إلا 10 كيلومتر، والآخر يقول أنا في ذمار إذا كانت المحافظات المحررة عيد والتي تحت سلطة الحوثيين رمضان فأنا سأؤجل العيد ليوم الخميس حتى ألتزم الحياد. يعني وقرأنا كثير من هذه النكت وهذا التهكم الذي أصبحت به هذه الجماعة للأسف الشديد محل تندر كل اليمنيين بل كل العالم. أشكرك سيد صلاح باتيس عضو مجلس الشورى، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. وقبل العودة إليك سيد البراء شيبان، أرحب بمن ينضم إلينا من اسطنبول أيضا الكاتب والباحث الأستاذ زايد جابر. أستاذ زايد، ما هي المشكلة باعتبار أن الحديث يعني العيد لرؤية الهلال؟ الحوثيون لم يروا هلال العيد فلم يفطروا، الحكومة الشرعية في مناطقها رأت هلال العيد فأفطرت، أين المشكلة هنا؟ يعني للأسف الشديد الإشكالية أنه حتى يعني لم يسلم حتى الشعائر الدينية التي يفترض أن لا يكون حولها خلاف. يعني استخدام الدين بهذا الشكل الفج وشعائر الدين وشعائر التدين التي ربما ما تبقت ما تجمع الناس، يعني شاهدنا وتعلمنا حتى في ليبيا وهم يتقاتلون يعني اتفقوا على انه لماذا الإصرار على تقسيم المجتمع بهذه الطريقة. يعني المسألة ليس لها علاقة بالرؤية الشرعية ولا يعني القضية انهم محاولة تسجيل موقف سياسي، محاولة إظهار وكأنه هناك استقلالية في يعني اتخاذ قرار العيد وكأنه قرار سياسي. يعني قضايا فجة تزيد فقط من الشرخ المجتمعي القائم. والإشكالية أيضا أنه هناك إجبار، يعني لو أن المسألة تركت لخيار الناس ربما لاختيارهم دون أن يلحقهم أي أذى، لرأينا الناس اليوم يخرجون ولا يأبهون بكلام الحوثيين وخرجوا يعني إلى العيد، لكن ستستخدم القوة ويعني كأنهم يعني يظهر للناس أن المجتمع كله والشعب كله معهم. وهي يعني قضية ساذجة أن تحسب المسائل والتأييد الشعبي بمثل هذه الطريقة الفجة والتي يستخدم فيها القوة أيضا. وقد أشرت إلى مسألة استخدام القوة، وأنا أسأل هنا السيد البراء شيبان، هناك أخبار من مصادر محلية في صنعاء أن ميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات بحق المواطنين في صنعاء على خلفية احتفالهم بعيد الفطر، واعتقلت مواطنين يلبسون ملابس جديدة، أغلقت مطاعم التي فتحت أبوابها صباح اليوم. برأيك يعني إذا ما اعتبرنا أن القوة في فرض وجهة النظر الحوثية فيما يتعلق بيوم العيد أو غيره، إلى من يشير؟ أنا أعتقد أنه يشير بشكل واضح أنه السبب ليس له علاقة برؤية هلال شوال من عدمه، هو قرار السياسي. حتى لو افترضنا جدلا أنهم قالوا أن الحكومة اليمنية تبعت السعودية، لماذا تفرض على الناس ما تراه فقط أنت من وجهة نظرك هو الصحيح؟ إذا اقتنع جزء من اليمنيين أنهم فعلا هناك عيد، ومثل ما ذكر الشيخ صلاح باتيس أنه في بني حشيش صائمين لأن الجماعة الحوثية حتى لن تسمح لهم بالعيد، وعلى بعد 10 كيلومترات منهم الناس بدأوا يحتفلوا بعيد الفطر، هو محاولة لتقسيم المجتمع على أساس طائفي، بل وإرغام المجتمع الذي يخضع تحت سيطرتهم على أن يتبعوا هويتهم الطائفية. وحتى القرار، ومرة أخرى أقول لك، هذا قرار بسيط، يعني هذا يعني رمزية بسيطة، ولكن يدل على يعني استخدام القوة وفرض حتى ما تعتقد به من ناحية الدينية لا تقوم به إلا إذا أنت تريد أن تطبع الناس بالقوة على أساس هويتك الطائفية. الإشكالية الثانية والذي أعتقد أنها مهمة،
أنها تعزز من مسألة يعني انفصال كتلة معينة أو كتلة سكانية معينة عن بقية الشعب اليمني، وهو أعتقد هو أهم نقطة في هذه في 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 هذه الحالة، لأن القضايا السياسية دائما قد تكون هناك اختلافات سياسية، ولكن لا تحاول أن تقسم الهوية السكانية ولا تحاول أن تقسم المجتمع على هذا الأساس. أشكرك أستاذ البراء شيبان ناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بعودة إليك سيد زايد جابر، يعني في مسألة فرض القوة كما أشرت أنت في اتباع هذا المذهب الذي رأته ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالإعلان عن عيد الفطر اليوم، يعني يشير بالنسبة لكثيرين إلى أن هناك تطييف للصراع السياسي أو أخذه من ناحية طائفية، يتمترس اليمنيون الآن خلف صراع طائفي إقليمي، هل تجد ذلك؟ إلى أي حد سيؤثر على مسألة استعادة اليمنيين للدولة؟ الجماعة طبعا هي طائفية، ويعني هي تسعى وليس جديدا، يعني الإماميين عبر التاريخ ينظرون إلى مسائل الشعائر الدينية الخاصة بهم على أنها يتعاملون معها كشعائر سياسية. يعني لو استرجعنا التاريخ هناك يعني فتاوى تكفير وهناك تهديد بحروب من أجل فرض حي على خير العمل مثلا، نلاحظ أيضا محاولات منع الناس من صلاة التراويح. يعني هذه الشعائر الخاصة بهم الآن مثلا أضيف لها شعار الصرخة وغيرها، هي شعائر سياسية أكثر من كونها دينية بالنسبة لهم، يتعاملوا معها من هذا المنطلق على أساس أنها يقيسوا بها مدى ولاء الناس وفرضها يعني فرض ما يرونه بالقوة. يعني أنا أعتقد المجتمع اليمني أكبر من أن يتم تطيره بمثل هذه القضايا، وأنا يعني هذه جماعة معروفة تحاول، ويعني هي عملها والإمامة كان عبر التاريخ هي عامل تفريق وتمزيق وتفتيت للمجتمع اليمني طائفيا وسلاليا وجغرافيا وكل أدوات الانفصال وتفتيت الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية. لكن بالمقابل أنا أرى أنه يعني لا يجب أن ننظر إلى الذين رضخوا أو الذين حتى صاموا يعني بقناعة على أن اليوم مكمل لشهر رمضان وليس العيد، لا يجب أن نقيس المسائل بهذه أنه هؤلاء مؤيدين للحوثية، هذا أمر غير صحيح. يعني أولا يجب أن نعذر الناس الذين هم داخل يعني واقع تحت سيطرة الحوثية، يعني هذه حركة دموية إرهابية ممكن أن تعتقل الناس تزج بهم بالسجون، ويعني الشرعية ليست قادرة حتى الآن أن تعمل لهم شيء في هذه المناطق، وبالتالي لا نلوم الناس أنهم رضخوا أو أخفوا فرحتهم بالعيد وإن كان بعضهم قد أظهره للعلن. والشيء الثاني ربما أيضا يعني لأن الانقسام حول العيد يعني ظاهرة ليست يعني هي المؤسفة أنها جاءت في ونحن مجتمع واحد، لكنها ظاهرة عربية وإسلامية وتتكرر كل عام، وبالتالي ربما يكون لدى الناس يعني أحد الزملاء يقول لي أنه هناك مساجد كانوا قد أعلنوا صلاة التراويح، ومعروف أن صلاة التراويح غالبا ليسوا مع الحوثيين ومؤيدين للحوثيين قبل حتى إعلان الحوثيين أنه لا زال رمضان، وبالتالي ليس معنى ذلك أن الناس لا زالوا صايمين اليوم أنهم مع الحركة الحوثية، هناك حالة سخط شديدة، بل أن بعض يعني وأنا متابع لما يكتب ويقال بعضهم مقتنع مثلا أنه يعني لا زال اليوم مكمل لشهر رمضان ومع ذلك أفطر عنادا بالحركة الحوثية وإظهارا لأنه لا يمكن أن نتبعها. فيعني أعتقد محاولة الحركة الحوثية قياس مدى التزام الناس بها وإظهار للناس أن المجتمع في هذه المناطق التي تحكمها بالحديد والنار والقوة والعنف والإرهاب أنها مؤيدة لأنهم لم يخرجوا للاحتفال بالعيد هي محاولات يائسة وفاشلة، فالمجتمع بغض النظر عن هذا الموقف الجزئي هو ضد هذه الحركة ويتأكد له يوما بعد يوم يعني استحالة التعايش معها. أشكرك، كنت معنا من اسطنبول الكاتب والباحث الأستاذ زايد جابر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.